أعود مرة أخرى لاستكمال هذه الحلقة من مطروح للنقاش. كان الحديث من لندن مع السيد أكرم عطلة حول هذا الكم من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هل سيبقى على موقفه أم يمكن أن يتغير الموقف بعدما اقتربنا من عام من هذه الحرب؟ يعني دعني أستكمل ما كنت قلت، ربما توضيح للوحة. دعنا نرى المشهد بتوسع أكثر. أولا، نحن أمام معارضة ليست متماسكة بالقدر الكافي، ونتنياهو يحاول ولعب دور بتفتيتها. نحن أيضا أمام هستدروت ليس متماسكا بالمعنى الكافي. هستدروت تتنازع بين اليمين واليسار. هذا أولا على صعيد معارضة سياسية وعلى صعيد الكتلة العمالية الأكبر. نتنياهو مسلح بالدستور والقانون ومسلح بحكومة تمثل أغلبية بالكنيسة، وتحل الحكومات في إسرائيل عادة إما أن تحظى المعارضة بأكثر من 60 عضو كنيسة، 60 زائد واحد لإسقاطها، أو يحل رئيس الحكومة والحكومة نفسها تحل نفسها. يعني تجتمع الحكومة وتقرر حل نفسها فتحيل الأمر للبرلمان وتحدد موعد الانتخابات، وهذا أيضا غير متوفر. إذا معارضة قوية غير متوفر، استدروت متماسك غير متوفر، بالإضافة للنقاش الذي كان بين القضاء هذا الصباح بأنه ليس نزاع عمل، هذا ليس نزاع عمل، هذا سياسي وبالتالي غير ممكن أن يستمر. كل هذه تعتبر ممكنات قوة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بالتالي نحن أمام سيناريو ربما أقرب للمنطق هو سيناريو التصلب، ارتباطا بتاريخ الأشهر الماضية منذ شهر مارس طيب. الرئيس الأمريكي عذرا للمقاطعة، ولكن هل الصراع السياسي العسكري أو ما بين القوى السياسية والعسكرية يمكن أن يكون له دور؟ لا على الإطلاق. شوف، في ممكنات قوة حدث هناك تغيرات هائلة في ممكنات القوة بالنسبة للداخل الإسرائيلي. لو سألت هذا السؤال قبل الحرب سأقول لك أنه الجيش هو صاحب قرار السلم والحرب إلى ما قبل 7 أكتوبر. لا ننسى أنه نتنياهو حاول أن يمسك كل خيوط الدولة الإسرائيلية، إلغاء القضاء، الدولة العميقة، النيل، لم يتمكن. جاء 7 أكتوبر فأعطاه هدية إلى حد ما. 7 أكتوبر جرح هيبة وكبرياء وتأثير الجيش الإسرائيلي، لأن نحن أمام جيش مجروح لا يستطيع مواجهة الحالة السياسية. قبل ذلك كان الجيش قوي في إسرائيل. دكتور محمد ربما أكثر قدرة على تفسير ذلك أو متابعة ذلك، لأنه الجيش بن غوريون وضع الدولة في عهدة الجيش، وكما قال لم يضعها في أيدي هواة السياسة المتصارعين. لكن بعد 7 أكتوبر انزاحت ميزان القوى لصالح بنيامين نتنياهو، جاءته الأمر على طبق منفضة، وبالتالي هو بإمكانه أن يقيل رئيس الأركان، وبإمكانه أن يقيل مثلا يوقف غالانت وزير الدفاع. اليوم استدعى بعض أعضاء الكنيسة من حزب الليكود وشرح موقفه وقال لهم أنا لن أقدم استقالتي، إذا أراد نتنياهو أن يقيلني فليقيلني. بمعنى صلاحية إقالته مع نتنياهو، وصلاحية إقالة رئيس الأركان أيضا عند نتنياهو. نتنياهو لا يفرط بأي صلاحية آلت إليه، وخصوصا أنه يمارسها بقوة لا تتعلق فقط بمستقبله السياسي، بل تتعلق أيضا بإحكامه بالسيطرة على الدولة الإسرائيلية. طبعا مستقبله السياسي مهم لأنه لديه رؤية، وبالمناسبة جزء من شخصية بنيامين نتنياهو هو شخص متغطرس لا يرى أن غيره قادر على فهم السياسة، هو الأجدر والأكثر ذكاء والأكثر عبقرية هكذا. يعني جزء لديه أزمة أو مرض نفسي حسب علماء النفس الذين وضعوا تقريرهم يمين نتنياهو منذ عام 96 ثم عام 2018 في تقريرين لدى الدولة الإسرائيلية أنه بنيامين نتنياهو حالة فوقية استعلائية لا يرى أنه غير مؤهل لممارسة السياسة، وبالتالي يرى في كل المساعدين واللي اختلف معهم كلهم طبعا، يرى في كل المساعدين وقادة الجيش هم مجرد منفذين للمشاريع ولا يحق لهم حتى أن يدلوا برأيهم. طيب.